شو كابتن؟ صار عم تتثقف على المضبوط هالايام. اهلين استاذ رمزي. لا والله هذا كتاب لقيته على البسطه قلت لحالي باخذه. بس انتبه تحط رواتبك كلها على الكتب بعدين. ها ليش عيب الواحد انه يطلع على مثقفي العصر؟ فرويد مثلا كان عبقري. كان؟ ليش مو لساته اهم عالم نفس ونظرياته عم تدرس بكل محل؟ لا شك انه لسيجموند فرويد شرف الرياده واكتشاف اشياء مهمه، لكن بعدين كثير من نظرياته اثبتت فشلها. فشلها؟ انت بالذات عم تقول انه نظريات استاذ الاساتذه سيجموند فرويد اثبتت فشلها؟ ايه ليش لا؟ حرام نفكر او نناقش او نتطور؟ يا اخي احكي هيك من الاول. انا غاطس بكتبه صار لي شهرين، دوبت عيوني بالقرايه وما عم بفهم ولا كلمه. في علماء نفس كثير درسوا نظرياته واكتشفوا بعض اخطائه نتيجه تركيزه على الدافع الجنسي وعقده الشخصيه كمان. مش معقول يعاني من نفس الاول يطلع معقد؟ يا كابتن، اثبت العلم انه الناس الاسوياء قلائل جدا. منشان هيك انت بتسبقنا لاكتشاف الجرائم، مو بسبب دراستك لفرويد. لانه علم النفس الحديث ما عاد مثل امبارح، تلاميذ فرويد تجاوزوه بكثير. بس انا مصر انه فرويد كان افهم منهم بكثير. يبدو انك استمتعت كثير بنظريه الدافع الجنسي. انا رجال متجوز وعندي اولاد، واحد عزابي مثلك ممكن يفكر بهيك اشياء. ارمل لو سمحت. ارمل؟ انت بحياتك ما حكيت لنا عن ماضي. طيب شو رايك تتمدد هون وتحكي لي عن ذكريات الطفوله؟ اي على راي المثل جدي بيلعب بعقلتيس. حفن. شو يا زياد؟ كم مره قلت لك لا تقاطعنا وقت نكون باجتماعنا والاستاذ رمزي؟ سيدي عفوا، بس في وحده ست طالبه تقابل الاستاذ شخصيا. وحده ست؟ لكان رجال. مو كبير عليك شوي استاذ رمزي؟ ليش كبيره بقى؟ هلا قلت لي انه نظرية الدافع الجنسي اثبتت بطلانها. نعم؟ ها؟ ماشي ماشي. انا استاذ رمزي. اي خدمة بنزل منها جاهز. انت الاستاذ رمزي اللي سمعت عن براته بحل العقد؟ نعم انا استاذ رمزي اللي بعرف بحل العقد. نعم شو معبي عيني؟ عفوا مو قصدي، بس انت اصغر مما توقعت. بارك الله فيك، تفضل شرفي. شكرا. في اشياء هنا؟ لا لا، بس يمكن شوية غبرة هيك. لحظة بس معي. ايه انتوا الشرح بعتينه. في ثلاثة من العناصر. ثلاثة من العناصر التدريبين. جاهزة؟ ايه سيدي، بس ليوم واحد يعني. بتعرف حضرتك عم دور على بيت. وبلكي اعتزناكي. امتى ما اعتزتني سيدي؟ رقم الموبايل معك. شكرا. سلام. ايوه. ايه طيب. ايه ايه. لا لا، شريحة قدامي هون. ايه. طيب، مع السلامة. شو بقدر بخدمك؟ أنا بورطة حقيقية يا أستاذ. ما لقيت حدا غيرك الجأ له. إذا بقدر ساعدك، تأكدي إني رح ساعدك بكل إمكاناتي، شو المشكلة؟ زوجي السابق. أنا ست مطلقة أو بحكم المطلقة، لأنه الدعوة بعدها بالمحاكم. ومثل ما بتعرف بيعطوا مهلة للزوجين بلكي بيصطلحوا. لكن بالنسبة إلك ما في أمل. إذا بدي أكون صريحة معك، ما في أدنى أمل. لأنه في إنسان ثاني بحياتك؟ معقول؟ شو عرفك؟ لا، مجرد استنتاج بسيط. يبدو أنه نقصروا بوصفك، أنت ساحر. الله يجبر بخاطرك شوي ثاني، بصدق أني بقدر طلع الأرنب من طاقتي. مين هدول اللي قالوا لك؟ الصحفيين. لا تصدق حكي جرايد. المشكلة أني حاولت أخذ رقمك بالبيت لأستشيرك بشكل شخصي، لكن زوجي انتبه فعملت حالي عم بتصل بالخياطة.
لا اذا الطلاق مشكلتك بس مدام اعذريني انا ماني قاضي شرعي. لا لا هاي البدايه، بالواقع زوجي عم بيهددني. عم بيهددك بالقتل؟ بالواقع عم يهددني بالانتحار اذا انا تركته. يا ترى بيعرف انك ناوي تتجوزي شخص ثاني؟ زوجي اكبر مني بكثير، اهلي زوجوني اياها غصب بسبب الحاجه الماديه، لانه عنده ثروه كبيره. صدقني ما في شي بيني وبين الشاب يلي بحبه إلا شوية مشاوير، مطعم، قعدة كافيتيريا، وشوية وعود وأحلام. بس بعتقد زوجي شك بالموضوع وحطني تحت المراقبة أنا وياه، بعتقد ما رح يتركني قبل ما يدمرني ويدمره. هدي حالك، هدي حالك أرجوكي، كل مشكلة إلى مية حل. أنا مالي غيرك، الشخص الوحيد يلي لجأت له خيبني. في عندي عم رجع من المهجر جاب معه ثروة كبيرة، لما عرضت عليه مشكلتي عرضني وقال لي لازم تجربي تتأقلمي معه على الأقل مدة 6 أشهر، مقابل هالشي رح يعطيني 1,000,000 ليرة. بس هي مسألة سهلة لكسب هيك مبلغ. لكن في شرط، إني ما قابل الشاب يلي بحبه طول المدة. شو عرف عمك بالشاب؟ أنا كنت الهبلة يلي قالت له ووعدته أني ما قابله طول 6 شهور. وبفتكر أنك ما وفيتي بالوعد. مرة تانية أنت على حق، كيف عم تعرف؟ هاي موهبة ربانية. لكن شو التطورات اللي خلتك تلجأي لي؟ أنه اكتشف عمك العلاقة اللي بينك وبين الشاب؟ لا بعده ما اكتشف لحسن حظي، وإلا كان ضاع علي مبلغ المكافأة. وإذا ضاع مين بيعرف، يمكن خطيبي يتخلى عني لأنه بأمس الحاجة لهيك مبلغ نبتدي فيه حياتنا. كل خوفي بعد ما شك زوجي بالموضوع يعجل بالانتحار، وإذا انتحر ضاع علي مبلغ المكافأة. هاد اللي زعجك؟ لا، بس بهالحالة بكون تسببت بأذى شخص في بيني وبينه رابط مقدس، وبكون كمان ضيعت فرصة زواجي من الشاب يلي بحبه، وخسرت مكافأة عمي اللي ممكن تجنبنا الفقر. عن إذنك دقيقة واحدة. ايه في شخص على التليفون بده اياك، معصب كتير. بده ياني؟ شو بده مني؟ انا عم اتقابل مرته بدون علمه. الو، انت رمزي؟ نعم انا رمزي، شو بقدر اخدمك؟ شوف بعرض مشاكل مالك تتلا اذا ساعدت مرتي نيفين. أخي أنا لا بعرف مرتك ولا مرت حدا الله يرضى عليه. لا تنكر، أنا متأكد إنك إما زارتها أو رح تزورها. شوف أخي، المشاكل الزوجية أنا ما بتدخل فيها ما العلاقة فيها، لكن لازم تعرف إنه أمن العالم. سكر. بتعرفي مدام مين كان على الخط؟ لا ما بعرف. شو انا عبقرية مثل حضرتك حتى اعرف؟ زوجك. زوجي؟ اذا صار يلي حسبت له خايفة منه، شو قلت له؟ ليش لحقت قل له؟ هددني وقفل الخط بوشي. اكيد عرف من دليل التليفون، عندي عادة سيئة بحك ضفري تحت الرقم يلي بتلفن له، يظهر بعد ما طلعت قدر يعرف من دليل التليفون اني اتصلت فيك، وقدر يعرف عنوانك كمان مثل ما عرفته انا. مدام خلينا صريحين، بإيش بقدر أخدمك؟ بإنك تقابل زوجي تناقشه وتقنعه يتخلى عن فكرة الانتحار، وهيك بتكون أنقذتني وأنقذت خطيبي كمان، وحافظت لنا على مكافأة عمي بعد ما يمضوا الأشهر الباقية. بس؟ أرجوك وتأكد إنك ما رح تطلع خسران معي. طيب ممكن أعرف عنوان زوجك وكمان عنوان خطيبك وتليفونه؟ ممكن. أول شيء بنصحك ما ترجعي على البيت بهاليومين ثلاثة حتى قابل زوجك وانصحه وهدي الجو. وهو هيك، أنا رح زور عند رفيقة إلي وأعطيك عنوانه وتليفونه، وهلأ سجل عنوان زوجي وعنوان خطيبي وتليفوناتهم. سجلينه عند الشاب اللي اسمه ماهر هون دغري قدام الباب. أوكي شكرا. أهلا.
هلو anybody home؟ شايفة فيليب ريتشارد كتير. حدا؟ اسعاف وجيت دكتور سرحان فورا. الو اهلين سيد ماهر. ايه حاضر. رجاء اذا سمحتي نادي للدكتور سرحان تليفون. الو الو مرحبا دكتور، بدنا سيارة اسعاف وخلي زياد يجي معك. يبدو انه المدام نيفين كانت على حق، جوزها انتحر. طيب اعطيني العنوان ورح نكون عندك بعد 10 دقائق. ايوه ايه عرفته. طيب مع السلامة. زياد خبر الشوفير يحضر سيارة الاسعاف، جهز حالك لازم نطلع بعد 10 دقائق. رغيفت يا انت شو عملت يا استاذ؟ انت هيك مسحت اهم اثر ممكن نحدد بواسطته اذا الرجل مات مقتول ولا انتحار. ليش انت ما اخذت صور البصمات؟ بلا اخذتهم، بس الاستاذ ليش تصرف هيك؟ عن جد ما فهمت. على الاغلب هي بصمات المرحوم كامل، واضح انه اطلق النار على نفسه. شوف في اثر بارود حول الجرح، هذا بياكد انه اطلق النار على نفسه من مسافه قريبه جدا من دماغه. بجوز تكون على حق وبجوز تكون غلطة. شو يعني هالكلام؟ ماهر انت فهمت شي؟ استاذ فعلا كلامك مو مفهوم. ما انت كل الطريقة بتخبرني انه رجال هدد مرته انه ينتحر، وكل الدلائل بتأكد انه نفذ تهديده. محتمل. شو يعني محتمل يا استاذ؟ تدعينا لشغل بعد الدوام بموقع جريمة وبتزيل آثار الجريمة قدامنا كلنا، كيف صارت هاي؟ هلا ما بقدر اقول لكم شيء، بس بكره في مشوار بيني وبين ماهر، اكيد رح توضح بعض الامور. والله انا ما فهمت شيء، انت فهمت شيء ماهر؟ ساعدنا بهالمشكلة تماما، زوجة السيد كامل. بعتقد ما بقى في داعي تقلق. كيف؟
ليش بتقصد انه اقتنع؟ يا سيدي مات اقتناعا. يعني الاستاذ رمزي قصده يسالك وين كنت امبارح للمساء بين الساعة 8 و10؟ كنت مقرر اقابل السيد كامل بنفسي ووضح له حقيقة العلاقة البريئة بيني وبين يمو وقول له يرحمها ويحل عنها بعد ما جوزها غصب بقوة المال. يعني قصدك رحت على بيته؟ كان معك مسدسات؟ ليش تملك مسدس؟ ايه ومرخص كمان بس ما حملته لانه كنت ناوي اروح اتفاهم معه بشكل ودي مو عقد الامور. ليش عم تسألوه؟ لانه غريمك السيد كامل اعطاك عمره امبارح المساء. قصدكم مات موتة ربه ولا انتحر؟ الظاهر انه انتحر الا اذا ثبت انه مقتول قتل. مقتول؟ ومين له مصلحه يقتله؟ الله اعلم. مسدسك معك؟ ايه طبعا قافل عليه بغزانتي بالمشارف. تفضل. تفضلوا تفضلوا. هون المسدس حاطه بغزانتي. يا عم اختفى. غريبه وين راح؟ يعني يا سيد سمير مو صدف كتير غريبة انه مسدسك ينفقد من خزانتك المقفولة وانه بنفس الوقت اللي حدد فيه الطبيب الشرعي لحظة الوفاة كنت حضرتك بطريقك لبيت السيد كامل مشان تقنعه يطلق زوجته لحتى تخطبها. شو قصدك؟ بعد متركه بعد بعد عنه عم قلك بعد هيك انت بتعرف شو معناها تعتدي على رجل من اثناء تأدية وظيفته الرسمية؟ بدك تورط حالك؟ بتعرف للسيد كامل انت؟ ما بعرفه غير الصور. هذا هو؟ ايه هذا هو. شكرا جزيلا. لا ما عرفت. ايه هذا هو. شباب اذا ممكن قيموا لنا البصمات اللي على هالصوره، اذا تطابقت البصمات مع البصمات اللي على المسدس بنكون عرفنا مين هو القاتل. عظيم. لكن استاذ رمزي انت روح اسرح مكتبك لبين ما نرفع البصمات الجديده ونحللها. وانا راح اخبر حضرتك استاذ بمجرد ما نوصل لاي نتيجه. يعطيكم العافيه. خير استاذ رمزي؟ فيك شيء؟ لا لا بس حاسس حالي لو خان يمكن التمارين الرياضيه اللي عملتها يهتم بنادي بس خليه بغسل وشي برتاح. بتحب ساعدك بشيء؟ لا 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 خليك عم تشتغل. شكرا. صار معكم شيء يا استاذ؟ قدرت تقنع زوجي؟ مدام ليش قاعده هون؟ تفضلي لجوا شرفي. شكرا. شرفي. مدام بدي اسالك سؤال، حدا خبرك شيء خبريه يعني هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك؟ بخصوص شو؟ يعني خبريه. تفضل شرفي. خبريه يعني بخصوص مدام البقية بحياتك. لا ماهر ماهر زياد كابتن دكتور سرحان. شوفي الأستاذ رمزي هو اللي خبره. لا لا أنا ما دخلني. أنا بصراحة قلت لها كلمة واحدة، قلت لها البقية بحياتك. يا أستاذ رمزي ليش تخبرها؟ يبدو من عزم الصدمة غطى على قلبه. يا استاذ رمزي كيف طاوعك ضميرك تأذي هيك انسانه رقيقه؟ والله تسكت يا استاذ زياد لو سمحت بعد اذنك كابتن. لو تركتك تتصرف مثل ما عم تحكي اكيد كنت خبرتها عن البصمات اللي على المسدس وكنت قضيت عليها بالضرب القاضيه. في ايه؟ في ايه؟ وليش بقى؟ بعدين بخبرك، هلا ما رح تفهموا علي. دكتور سرحان نشادر. يا دكتور سرحان نشادر. هلا هلا بصحى استاذ هلا. ترى ممكن هو يكون اللي قتله ولا الزوج بنفسه انتحر حتى يدمر مستقبل مرته مع خطيب المستقبل وبيظنه يحرمها من نص مليون يلي وعد فيه عمه المليونير.
الو مساء الخير كابتن، بدنا نروح بكره بمعيتك مشوار. لا 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 ما في شيء، بس بعرفك شاطر بالحوار مع المليونيريه. شكرا شكرا جزيلا، تصبح على خير. مكتبه بالطابق الاخير؟ عمنا لنيفين خانو، بدك اياه يكون مكتبه بالطابق الارضي، مكاتبه كلها فوق العالم كلها، البناية كلها له. شرف. يعطيك العافية. مكاتب الاستاذ سمعان بالطابق الاخير. عفوا حضرتك جاي على الاستاذ سمعان؟ نعم. انا سجلت، تفضل تفضل لعنده. اذا سمحت. Ah oui, je suis là depuis 5 ans. Je suis très heureuse ici. تفضلوا وعملي لنا قهوة. حضرتك. نعم، أنا وعدتها لبنت أخي بنص مليون ليرة إذا ضلت مع جوزها. خير شو صار؟ نحن آسفين أستاذ سمعان، بس الحقيقة في خبر سيء. شو هو؟ نكست بالوعد؟ إذا عملتها أنا مو بس راح أحرمها من نص مليون، لا أنا راح أحرمها من الميراث كله. قصد الأستاذ العمر إلكم. هذا اللي كنت خايف منه. كيف مات؟ ما أنا متأكدين، بس الظواهر بتدل إنه انتحر. انتحر؟ واحد مثله ينتحر؟ ليش لحتى ما ينتحر؟ انتوا رجال البوليس بتفهموا بكل شيء الا بعلم النفس. رجال الاعمال ما ممكن ينتحروا او يفكروا بالانتحار مهما جار عليهم الزمن الا في حاله واحده بس، الافلاس. يمكن افلس بالحب. بنت اخي مبذره، رغم انه عاشت بنت فقيره كثير، وتزوجت من انسان عنده ثروه كبيره من المال وبعمر ابوها. بس على كل إن اتأكدوا إنه ما ممكن ترجع لحالتها أو طبيعتها اللي كانت عايشتها سابقاً مهما جار عليها الزمن، رغم إنه هي إنسانة بتحب الحرية وبتحب الرومانس. وأنا حذرتها من نفسها، لأني كنت خايف عليها وكنت متوقع حيجي يوم وتندم وتتعذب. يبدو حضرتك تعرفها أحسن مننا. لا انت سادي، انا بعرف حالي لانه انا عشت بالفقر قبل ما يحالفني الحظ وصير مليونير. بس صدقني انا مستعد اقتل ولا ارجع لحياه الفقر والذل. بس ما ممكن افكر بالانتحار لو هجروني نساء العالم كله. استاذ سمعان، حسب معلوماتك بنت اخوك كان لها علاقه مع حدا؟ علاقه مع حدا؟ أنا كنت بدفع الملايين لأخلص منه. ليش في حدا تاني؟ لا لا لا، بس من باب الفضول يعني. شكرا. أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا وسهلا سيد ماجد، شرفت. مع السلامة. شكرا كثير على القهوة. مناسبة معنا بالأسانسير؟
لا استاذ. خساره رح يكون غليظ كثير. شفت قديش كان غيران لما جبت سيره خطيب محتمل لني فيه؟ بالفعل انا لاحظت قديش انفعل اكثر من اللازم. ليش هذا؟ ما بعرف، بس انفعاله مو انفعال لا عم ولا خان. يكون هو اللي رباها وقت اللي كانت صغيره فصارت من كبنته. او تكون ما بتقرب له بنوم. على فكره لازم نخلي ريما ماهر ينبش رجل العائله كلها. على فكرة الأستاذ رمزي معه حق، لأنه سمعان ما له عمة لنيفين اللسم، هي بتقول له عمي لأنه هو جوز أمها. إذا كانت عم تكذب علينا. لا مو بالضبط، لأنه هو كمان بيكون ابن عم أبوها. بصراحة أنا قصة القرابة هي ما داخلة بعقلي قد ما شرحته. نحن شو بهمنا من الموضوع إذا كانت تقربوا أو ما بتقربوا. المهم مين اللي ارتكب الجريمة وكيف؟ مين تعتقد أستاذ رمزي؟ لسا في نقطة واحدة محيرتني، بس نجاوب عنها تنحل المسألة. يعني عندك شك بعم هالمزعوم؟ والله طلعته براءة وعم تشك بخطيبة سمير. مو أنا اللي بقرر. إذا مين حيرتنا؟ الرقيب زياد. إيه زياد، شو نتائج مقارنة البصمات؟ أي بصمات؟ قال لي شلته من على المسدس؟ مع البصمات اللي تركها سمير على الصورة. البصمات متطابقة. شو يا أستاذ رمزي؟ منعرفك دقيق الملاحظة. هالمرة خيبت أملنا. شو أخي رمزي؟ يبدو هالمرة أنه كل الأدلة بدأت تحاصر سمير. في شيء بهالقضية مو مريحني. شو هو؟ يا ريت تنطق هالجوهرة وتريحنا. المشكلة أن هالجريمة سهلة كتير، زيادة عن اللزوم. وكل الدلائل بتشير لمتهم واحد، وفي شخص واحد عم بيدافع عن هذا المتهم. الأرمل الطروب. بس المسكينة هي اللي لفتت نظرنا إنه راح ينتحر قبل ما يقدم على هي الخطوة. هذا اللي محيرني، وخصوصاً إنه تلفلك بنفسه وحاكاك شخصياً. زائد إنه احتمال الانتحار احتمال ضعيف جداً، كلياتنا استبعدناه من أول نظرة. وهذا ما بترك قدامنا إلا مشتبه واحد، هو عم المزعوم لنيفين. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، حضرتكم جاي تسجلوا عندنا؟ بالواقع نحن في عندنا انواع مختلفه من الاقساط، كلها اقتصاديه بتناسب دخل الفرد العادي، وكل ما بتزيد المده بينقص الدفع للدوره الوحده. يعني لازم نكون لجنكم كثير وضحت الشيء. بتعرف زياد، لازم يكون في تمارين لضبط النفس. زياد بس تجي نشتغل معها انت بالكتالوج وانا اكون فتت لعند سمير. اشرحي له الاستاذ زياد. طيب استاذ رمزي، انت روح اعمل لك جوله هيك تفقد قبل ما المدموزيل تشرح لي على الخطوات اللي لازم اعملها مشان انتسب لعند فلان. سؤال بدي اسالك اياه، بس يا ريت تفرع شوي لانه كمانك شايف عم اشتغل. ايه معك حق، الشغل ما بينتهي. شو قصدك؟ طعم ما يعوزك شوي. ايه خليك عم تسوي 10 مرات، انت كمان 10 مرات. طيب هلا انا اذا بدلك شي شهرين بصير مثلك؟ طبعا ما في شي ما بصير بالرياضه، فدير بالك على التمرين بيزيد. ايه معك حق. اعملي التمرين وكان شفت. تفضل. اسالك سؤال، هلا نيفين ما بتغار من شغلك؟ فهمت عليك، ما انا تعرفت على نيفين هون بالنادي.
ولمعلوماتك نيفين ما ممكن يظهر، لانه بتعرف قديش انا حريص على الموضوعيه بشغلي، واذا ما الزبونه هي اللي بادرت انا ما ممكن اتحرش فيها، ومن الاساس هذا الشيء ممكن يضر مصلحتي ومستقبلي، مو بس هون بالنادي بينما بكل المهن. بصراحه انا لو محلك ما كنت بقدر قاوم الابواب. انا بستغرب علاقتك مع نيفين. ليش بستغرب؟ اجت على النادي لهون تعمل دوره لياقه وتدريب، وصار في بيناتنا صداقه، وصارحتني عن وضعها، وصارت فش قلبها. ترى بدي اسالك سمير، جابت لك سيره تهديد زوجها إلى بالانتحار؟ فكر منيح، ترى القصه قصد حياه او موت. ما انت اللي قلت لي انه زوجها مات وصار بعداد الموتى. مظبوط مات، بس لمصلحتك ومصلحتي مين بعرف شلون مات، وعندها رح تكون بخطر. انا بمسع رقبه كل واحد ممكن يتجرأ يقرب علي او على نيفين. هدي حالك وجاوبني على سؤالي. لا ما بفتكر جابت لي سيره الانتحار لسانها. وين رحت استاذ؟ انا برايي انكم تسجلوا انتوا الاثنين، ورح اعملكم خصم طبعا، بس حيختلف البرنامج حسب كل شخص وزنه وسنه، مو معي سمير؟ طبعا اكيد. لعمر طار منا زبونين باسمي، لو شافني مدير النادي رح يسبحني. هي صار لنا ساعتين ناطرين وما في اثر له، بركي الزلمه قرر يكمل سهرته بالمكتب للصباح. الا ما يطلع لازم اعرف لوين بده يروح، بده يرجع على البيت ولا رح يكفي سهرته بمطرح ثاني؟ بصراحه استاذ رمزي قل لك هالشي وما تزعل مني، انا ما عم افهم عليك شيء. هلا مره بتمسح اثار البصمات من على المسدس، وبتبرئ سمير اللي له مصلحه مباشره بمقتل زوجها لنيفين، ومره بتشير باصابع الاتهام لشخص غني عرض عليها ثروه هائله مقابل انه ما تطلب الطلاق من زوجها لمجرد انه طلع ابن عمها. قصدك عم تتهم حدا غلط؟ لا استاذ رمزي عفوا انا مو قصدي، بس يبدو في زائره جديده جايه لعندي، ملياردير سمعان. العمى شو جاب لعند عمها بهالوقت؟ هذا لازم نعرفه. ومن الحب ما قتل. بتعرف انا خايف انه انا اطلع الغلطان وانت الصح، فتكون اكتشفت انه عمها متورط وجاي لتنتقم منه. شرف لنتأكد. تفضل. بلاكي قصدي بالليل بدوخ. عفوا يا استاذ وين رايك؟ شو عم تعملي هون؟ مثل ما شايف عم باخذ حقي من عمي، لاني انا من جهتي وفيت بوالدي. وانت ليش لحتى تعطيها؟ وانت شو حشرك؟ موت جوزها قضاء وقدر، وانا حر باموالي. وانت معقول تقبلي هيك ثمن؟ تمام. ايه تمام. ما انا صرت ارمله مسكينه، يا امسي حاجه للمساعده. زين. استاذ رمزي خليني اسندك، وشك صار ابيض مثل الشمع. بتحب اطلب لك دكتور؟ لا 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 ما في شيء، دوخه بسيطه بس راحت الحمد لله. استاذ رمزي انا قلبي مالي مطمن واحوالك ما لا عجبتني. لا لا ولا يهمك زياد، انت بس خبري الكابتن يجتمعوا كلهم بكره بفيلا ارمله المرحوم، عايزكم بدي احكي كلام يمكن يفاجئكم شوي. وانا مدعو كمان؟ ايه طبعا انت براس القائمه، انت وخطيب المدام. خطيب نيفين؟ سيدي وهي نماذج عن الكمبيوترات اللي قلت لك عنها. شو الاستاذ رمزي تاخر والانسه اعطيناها اجازه 24 ساعه ما بينت لها الا. صباح الخير سيدي. صباح النور. بيسلم عليك الاستاذ رمزي وهو اليوم ما رح يقدر يجي، ويا ريت لو نجتمع كلياتنا المساء عن بيت الست نيفين. شو على كيفه نحن؟ بنشتغل عنده نحن؟ كل مره بده يجمعنا بدنا؟ سيدي ما على الرسول الا البلاغ. عجبك؟ انا قبلت استضيفكم بس مشانك، لانه مو معقول ارفض لسيادتك طلب. وينو الأستاذ يلي لجأت له فخيب أملي؟ بالفعل تأخر. شوفي حضرة المقدم،
أنا تركت أعمالي وأشغالي واتصالاتي وجيت على الموعد، وإذا رح نتأخر أنا آسف، أنا ما عندي وقت لهيك متاهات. أنا من الأول خبرتكم إنه زوجي رح ينتحر، ما سمعتوا لي وتصرفتوا لتمنعوا. شو ذنبي أنا؟ موظفكم هو يلي قصر مو أنا. نيفين بدي أسألك، صحيح الشاب رح يصير خطيبك؟ مو رح يصير، أنا خطيبة بالفعل ومن هلا كمان. سمير ما في داعي، أنا بقرر اللحظة المناسبة، لأنه بكلامك عم تعقد الأمور. يعني صحيح استنتاجنا إنك أخليتي بالوعد؟ وليش جايين تلوموني؟ لمجرد إني أخذت مبلغ من عمي؟ طيب أنا نفذت وعدي وبقيت مع زوجي للآخر، تحملته وصرت على مرضه، أما هلأ فبعتقد من حقي. مساء الخير. مساء النور أستاذ سمير. أستاذ سمعان، أنا جمعتكم بيت واحد ما عاد موجود بيناتنا هلأ لسبب جوهري. ممكن نعرف شو هو؟ الندم. الندم؟ الندم على شو؟ إذا زوجه الله يرحمه قضى على حياته بإيده، ليش هالضجة كلها ماني عارفها؟ أنا بشك إنه انتحر. قصدك انقتل؟ للأسف. إيه؟ ومين رح يقتل إنسان كبير بالسن؟ بغرض شو رح يقتله طالما ما انسرق من البيت ولا أشي؟ أنت يا مدام. أنا؟ أنت أكيد جنيت، وجنانك سببه إنك حاولت تتمادى علي فما عطيتك وش وصديتك. أنا بعترف يا مدام إنه سحرك لا يقاوم. ضليت 3 أيام وأنا أحلم إنه التليفون رح يرن وأسمع صوتك، بس مع الأسف هذا الشيء ما صار. كان حظي منيح إني قدرت أسيطر على عواطفي، وصرت أفكر وحلل تسلسل الأحداث لحتى اكتشفت يا مدام نيفين إنه أنت ورا الجريمة. وإذا ما عندك دليل كافي أنا رح أعرضك لمتاعب كبيرة، ورح جرجرك بالمحاكم بتهمة القذف والافتراء. طول بالك يا أستاذ سمعان، رح تسمع القصة كلها. أنا ما رح استنى المحاكم، ما رح طول بالي. نيفين ضبي غراضي، من بكرة الصبح رح اكتب الكتاب. ما فشل؟ بس أنت وياه. أنا آسف، رفعت صوتي. كل واحد فيكم يقعد بمكانه. لسه ما كملت كلامي. مدام نيفين، أنا آسف إني أقول لك إنه أنت اللي قتلتي زوجك. وليش آسف طالما هي مجرمة؟ أنت عم تفترض افتراض، أنت ما عندك أي دليل. كثيرين بيحلموا إنه يرتكبوا الجريمة الكاملة، وبيظنوا إنهم أذكى من العدالة والقانون، بس بحب أخبرك إنه ما في شيء اسمه جريمة كاملة، والقاتل إلا يترك أثر يدل عليه. بلش البروجرام؟ هلا بلش، تعي تفرجي. Sierra Leone, if necessary. Well, now, for more on this crisis involving the UN peacekeepers, let's go to our senior United Nations correspondent.
انت يا اما مجنون يا اما عم تتوهم. اذا عندك شيء قوله، واذا ما عندك انا رح امشي فورا، انه رح اوكلها اكبر محامي بالبلد. كله لانه عينك لعبت عليها وما قدرت توصلها، كمان عم تحاول تسوي لها سمعتها. ارجو يا استاذ اذا عندك اي دليل تقدمه، والا ما عندنا اي حق قانوني نبقى بهالبيت. ما انت بنفسك محيت اثار البصمات من على المسدس. لانه البصمات اللي كانت موجوده على المسدس مو بصمات الفاعله، مزبوط، كان بصمات هالاحمق سمير. بصماتي انا ما لي علاقه. صحيح ما لك علاقه، مع هيك كانت الشبهات كلها عم تدور حولك، لولا اني تصرفت حتى ابعد الاذى عنك، اذاها هي. هي بدها تأذيني انا؟ طيب ليش؟ ما نحن كنا متفقين نتزوج بعد ما تاخذ حريتها. كذب كذب. هي كانت راسمي على واحد ثالث، لا انت يا سيد سمير ولا السيد سمعان، لذلك كانت تتعاطى معك يا سيد سمعان على انك بقره حلوب. انا اسف لهالتعبير. وبمجرد ما اخذت منك النص مليون فكرت بالخطيب المنتظر اللي هو مو سمير، واحد ثالث. انت عم تتوهم اكيد، عم بهلوس يا جماعه. صدوني انا انسانه بريئه ومظلومه. يا مدام البشر ممكن نضحك عليهم، لكن الكمبيوتر ما بظن. ما هي؟ أرجينا الوثائق اللي معك. هي مجموعة فواتير لأرقام تليفونات كانت تيجي لهذا البيت. ومن بيناتها في رقم متكرر كتير لشخص واحد اسمه الأستاذ. لا تذكر اسمه. هذا مانو دليل. هذا مجرد صديق للعيلة. نحن بنعرف أصدقاء زوجك يا مدام. تحرينا عنهم منيح. مو بس هيك. أنا قدرت أحصل على حجز لمدة شهر للشرق الأقصى باسم شخصين. الشخص الأول هو حضرتك، والثاني أنا. مالي علاقة. شوفوا مين حجز وليش. بجوز هو يلي دبر الجريمة، أو ليش بجوز هو يلي دبر الجريمة. كل ما لا خيبة أملي فيك عم تزداد يا مدام. لازم تعترفي إنه أنت اللي أطلقت النار على زوجك. شو الدليل؟ كل هذا كلام بكلام طالما ما في دليل. لأن المسدس ما عليه بصماتي، عليه بصمات سمير. يا عقيرة سمير، اهدى، تعال. بصراحة الحالة بالنسبة لي غريبة ومحيرتني. لو كان سمير القاتل فعلا، ليش حتى يخلي بصماته على المسدس؟ ليش ما محاها بالوقت اللي أنا محيتها؟ ولو كان زوجك انتحر، كان طبيعي نلاقي بصماته على المسدس. معناها في حدا ثالث هو اللي حط بصمات سمير على المسدس بعد ما ارتكب فعل القتل. بس انا متاكده انك ما لقيت بصماتي. بالفعل انت عم تحكي مظبوط، لانك كنت لابسه قفازات. قتلتيه وبعدين جيت لعندي على المكتب مشان تخبريني انه زوجك عم بيهددك بالانتحار. بس هو حكاك بالتليفون اثناء زيارتي لك. مو هو اللي حكاني، اللي حكاني واحد ثاني هو صديقك وشريكك بالجريمه وبالحصول على مبلغ محترم من العم الولهان. بس انا قدرت حدد موعد الوفاه لما اجينا لهون. بصراحه يا دكتور سرحان، هي حيلي انطلت عليك وعلي سوا، لانه المدام بعد ما ارتكبت الجريمه شعلت كل مصادر الحراره بالشقه. بتتذكر يا ماهر لما اجينا لهون كانت الحراره عاليه كثير، مشان شو؟ مشان جسي ما الحق بروده. وبعدين راحت تزورنا بالمكتب. اطلع من بيتي، وانت بالذات انقلع قبل ما ارفع عليك قضيه، لانه كل يلي عم تحكيه افتراضات واوهام، ما فيك تثبت ولا نقطه منها. بصراحه انا بعترف انك ذكيه جدا، بحيث انه ما تركت وراك ولا دليل باستثناء دليل واحد. وشو هو؟ الفرو الفيزون اللي هداك اياه المرحوم زوجك بيوم من الايام، اللي خبيت المسدس تحته حتى تقربي اقرب مسافه ممكنه من المرحوم وتطلقي عليه الرصاص، ويبدو انه وكانه انتحر. لما اجيت لعندنا على المكتب انا صحيح وقعد تحت سحر العطر الرائع اللي كنت حاططيه، لكن قدرت كمان ميز رائحه البارود اللي كانت موجوده على الفاروق، وهذا دليل كافي. زياد انت متهمه بجريمه قتل عن سبق الاصرار والترصد، اي كلمه بتقوليها محسوبه عليك. انا فضلت وكيل محامي. اول مره بحس حالي ماني فهمان شيء. هذا لانه ما طلعتي معي. شكرا على الملاحظه.
انه كيف قدرت توصل لاكتشافك بالوقت اللي غاب فيه الامر عني؟ عنك بس يا دكتور، عنا كلنا. صحيح استاذ رمزي، كيف انت لاحظت الفرو وانا كنت معك وما انتبهت؟ انا اكتشفت ان مرا كذابه قبل قصه الفرو بكثير، وكان عنده اعتقاد انه هي على استعداد لتقتل جوزها اللي واقف عقبه بينه وبين حبيبها المجهول في سبيل قبض المبلغ المهم من التوب موديل تبعها اللي كان بده تضل علاقته فيها تحت ستار الزوجيه بالسر حتى ما يتاثر وضعه الاجتماعي واعماله بهيك فضيحه. معقوله يا استاذ رمزي؟ وانت اللي بين انك متاخذ فيها من الاول؟ ليش الكذب فيه؟ مره حلوه كثير وبتطير ضمانات العقل، بس يعني علم النفس شغلته يحلل كل الحالات الجنسيه المعقده، بس مو بالضروره على طريقه فرويد يا كابتن. نعرف نعرف، هلا لا تدخلنا بدزينه اسماء ما بتنحفز. على فكره إيريك فورم له كتاب كتير حلو عن الحب، أستاذ رمزي عالمية، بتحبوا أحكي لكم عنه هيك بالمختصر؟ كتاب عظيم ورائع بقدر ما هو بسيط. هلا أتركنا بالكتب واحكي لنا شو اللي خلاك تكشفها وإمتى؟ من أول حديثها لما قالت إنه لقت رقم التليفون تبعي بالدليل وحكت بأظفرة تحت الرقم بحيث إنه الزوج اكتشف إنه عم تحكي معي. بصراحة حتى أنا الضريع بالكمبيوتر ما فهمت. طبعاً لأنه عقلك منتهي بكتاب الحب تبع إيريك فورم. هلا شو الغريب بانها تلاقي رقمك بالدليل وتتصل فيك وتأشر عليه بأظفرة؟ كابتن بدي اسالك، شفتني شي مره اعطيتك رقم تليفون انت او الشباب كلياتهم؟ انا ما عندي تليفون.